السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. معانا تاني فيديو من فيديوهات العيد، البسكويت، الزبدة والبرتقال. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هسيب لكم لينك الكحك اللي احنا عملناه في صندوق الوصف. معايا هنا المقادير، معايا نص كيلو دقيق، ربع كيلو زبدة، كوباية ونص سكر بودر، 3 بيضات، ومعايا فانيليا، ومعايا روح البرتقال، وبيكنج باودر، ومعايا ذرة ملح. هجيب طبق من الشفاه كويس، هنزل بالزبدة، الزبدة مطلعاها من التلاجة، وهنزل بالسكر البودر عليها، هضرب على السرعة الأولى في المضرب الأول كده علشان بيطير معايا السكر. لحد ما الخليط كده يتخلط مع بعضه، وأبدأ أزود السرعة تاني، وهفضل أخلط فيه لمدة ربع ساعة لحد ما الخليط يبقى كريمي ولونه أبيض كده. هسيب لكم اللينك برضو في تعليق مثبت بتاع الكحك، زي ما انتوا شايفين بدأ لونه يفتح معايا اهو. هنزل بالبيض، بيضة بيضة، هفضل اضرب لحد من البيضة تختفي خالص معايا، وانزل تاني بالبيضة اللي بعديها على طول. اخر واحده هحطها، هحط معاها ذره الفانيليا، دي فانيليا سايله، وهفضل اضرب برضو لحد ما يديني القوام، كل ما اخفق بيديني الهشاشه كده للقوام بتاعه العجينه بتاعتي. وهنزل بروح البرتقال، هجيب بس سباتيولا كده والم الجوانب بتاعه الطبق معايا بحيث ان كل حاجه تكون مخلوطه معايا كويس، وهرجع اضرب تاني بالمضرب لحد ما يديني القوام المطلوب. هجيب المواد الجافة اخلطها مع بعض، هنزل بذرة الملح، وهنزل بالبيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر بس علشان البسكوت ما يفرش معايا. هنزل بنص الدقيق الاول كده، طبعا هنا هستغنى عن المضرب، وهبدأ مش هعجن، انا بلم على الخليط بس كده على بعضه بالدقيق لان البسكوت ما بيتعجنش. بلم بس المكونات مع بعضها كده من تحت لفوق. هنزل بكمية الدقيق التانية برضو زي ما عملت، هخلط من تحت لفوق. كده انا خلصت الدقيق، هجيب كيس الحلواني، طبعا ده بسكوت هنعمله بالكيس مش بالمكنة، ان شاء الله لو لينا عمر نبقى نعمل بسكوت المكنة مع بعض. وهجيب البلبلة اللي هوريها لكم اللي هي بتاعت بلح الشام، هجيب منديل بس امسح الصينية بزيت، مش هكتر زيت، بسم الله، زي ما انتوا شايفين كده بحاول اديله الشكل اللي هو بيكون الجاهز ده. طبعا قوام العجينة هش جدا، هكون في الوقت ده مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. ده كده شكله بعد ما خرجته من الفرن، زي ما انتوا شايفين من تحت ما شاء الله لونه ذهبي، ومن فوق لو عجبكم الفيديو